هاي أمن المطار من المراحل الضرورية خلال السفر من بلد لبلد، لهيك الناس عادة بينتبهوا مسبقاً لتصرفاتهم وللأشياء يلي لازم ياخدوها معهم على المطار وللأشياء يلي ممنوع حملها. بالوقت يلي بيعتبر الناس إنه أوسخ المحلات بالمطارات ممكن تكون الأرض أو الحمامات، فالصوان البلاستيكية بنقاط التفتيش بتضم أكبر عدد من الجراثيم بالمطار. المزح بموضوع حمل متفجرات مش مرحب فيه بالمطار وبيعرض صاحبه للاشتباه والتوقيف. من الأفضل عدم استعمال كلمات مثل إنبلة، متفجرة، تفجير وغيرها شو ما كان مضمون الجملة. حمل السوائل مسموح بكميات قليلة حسب قانون المطار، وهالشي بيشمل أنين العطور، الأدوية وغيرها. مين قال إنه اعتماد تسريحات الشعر الغريبة والعالية ممكن يكون السبب بإثارة شك أمن المطار وبالتالي تفتيش الشعر بعناية؟ أنا قال بشوفكم بكره.